موضوعنا لليوم كيف نقدر ننفذ الهيب هنج بطريقة صحيحة. تنفيذ الهيب هنج بطريقة صحيحة بتخلينا نتجنب الإصابات المعقول ممكن تصير بأسفل الظهر بالجيم أو حتى برات الجيم. ننصح كل الأشخاص يلي بدهم يبلشوا الإكزرسيسات سكواتس والديد ليفت أنهم يحضروا هيدا الفيديو لأنه حيساعدهم بتنفيذ الحركات بطريقة صحيحة. أول ستيب هي نستعمل عصاية أو بهالحالة نحن حنستعمل أكس صغير خفيف. هذا الأكس لازم يتلامس بثلاث نقاط أساسية بالجزء الخلفي من الجسم. أول نقطة أساسية هي جزء ورا الرأس، فإذا تكون بكونتاكت بورا الرأس. تاني كونتاكت بوينت هي حتكون بين السكابيولا بين الرفشين على الثوراسك سباين. تالت نقطة هي على الساكروم. هلا نحن بنطلب من الشخص يوقف تقريبا 30 سنتيمتر بعيد عن الحيط. هون بنطلب منه انه يدق الجلوتس اللي له او العضلات الخلفيه اللي له بالحيط من دون انه العصايه تفقد الكونتاكت بالثلاثة بوينت اللي ذكرناهم. هلا اول خطا ممكن يصير انه الشخص يقدم راسه لقدام، بالتالي العصايه او بهالحاله الحديد بتفقد الكونتاكت بوينت على الراس. تاني خطا في يعمله الشخص انه يعمل راوندينج للسباين او فلكشن للسباين، فبالتالي العصايه او الحديده بتفقد كونتاكت بوينت اللي لها على الساكروم او الجزء السفلي من العمود الفقري. ثالث نقطه او ثالث خطا عفوا بيعمله الشخص هو انه يعمل انتيريور بلفيك تيلت او اكسسيف ارشنج باللو باك، يعني العمود الفقري كثير بيرده لورا، بالتالي الحديده بتفقد الكونتاكت بوينت اللي لها بين السكابيلا. اول شيء بدي اطلب من حسن انه يعمل الهيب هنج بلا ما نستعمل العصا او الاكس. شو بفرجينا كيف؟ اوكي. دائما لازم الشولدرز يكونوا لورا، تشيست لفوق، ما لازم يكون في فلكسينج او ارشينج للور باك. فلكسينج هون غلط ولا ارشينج كثير، لا لازم يكون نيوترال. حنعطي امثله عن كيفيه استخدام الهيب هنج بحياتنا اليوميه او حتى بالجيم. اول شيء بحياتنا اليوميه نحن عم نقعد على كرسي، اوكي، دائما لازم نعمل موفمنت تبع الهيب هنج، ولا مره لازم نعمل فلكشن للسباين لانه هيدا الشيء بيؤدي لاوجاع باسفل الظهر وللاصابه. ثاني شيء اذا بدنا نحمل غرض كمان نستخدم الهيب هنج موفمنت، وحتى اذا بالجيم بدنا نعمل ديد ليفت دائما كمان بالهيب هيب هنج موفمنت لازم نعمله. اوكي، بعد مره كمان البنت اوفر رو. بعد مره اوكي. يلي بيهمه يعرف كيف نقدر نحمل وزن ثقيل من الارض من دون ما ناذي حالنا ينطرنا بالفيديو الجاي.